بنصبح بالخير على ضيفتنا رؤى موسى، مدققة حسابات وعضو في لجنة مدققي الحسابات في الناصرة والشمال. يسعد صباحك. صباحكم. اهلا وسهلا فيك. طيب رؤى، اول شيء نشرح للمشاهدين شو يعني التنسيق الضريبي، ومين الاشخاص اللي لازم يكونوا عارفين شو يعني تنسيق ضريبي وربما يستشيروا مدقق حسابات في هذا الموضوع. تنسيق ضريبي هو مثل اسمه تنسيق للضريبه. لما احنا عندنا اكثر من مشغل، المشغلين التنين بشكل عام بيقدروش يعرفوا قديش في عندك دخل من المشغل الثاني، فكتير مرات احنا بحاجه انه ننسق الضريبه اللي احنا رح ندفعها للمشغلين التنين بطريقه اللي احنا ندفع الضريبه المفروضه علينا حسب القانون. فاللي بصير بهي الحاله انه احنا بنتوجه لمأمور الضريبه ومنقول قدامه، بنحكي له شو الدخل اللي راح يكون في عنا من اكثر من محل الشغل الموجود عنا، وبهي الحاله مأمور الضريبه بيرجع للمشغلين، بعطينا مستند، بنرجع للمشغلين وبنعطي للمشغل تبعنا اللي بقول له انت اخصم اكس معين وانت اخصم واي معين، بطريقه اللي اذا انت بتجمع الدخل هذا كلياته مع بعض بتوصل لدخل اللي هن انت كان مفروض ينخصم عليك وكانك كنت تشتغل بمحل شغل واحد. نعم. طبعا التنسيق الضريبي هو مفروض للناس اللي بتشتغل باكثر من محل، للناس اللي دخلها مش متتالي خلال الفتره، يعني اذا هي كانت تشتغل فتره وكان في عندها اشهر معينه اللي هي وقفت شغل فيها فهي بحاجه انها تعمل تنسيق ضريبي، لانه اذا هي بتعملش تنسيق ضريبي المشغل الجديد راح يخصم ضريبي اكثر من ما هو لازم كان المفروض يخصم حسب القانون. فإذا أنت بلشت تشتغل بمحل ونقلت تشتغل لمحل تاني والمحل التاني معاشك أعلى بنسبة كتير عالية من معاشك الأولاني، فكمان لازم تعمل تنسيق ضريبي لأنه المشغل التاني بيفكر أنه معاشك من أول السنة كان هذا المعاش العالي، فلازم بهاي الحالة تعمل تنسيق ضريبي. إذا أنت بتقبض معاش تقاعدي من معاش التقاعد وكمان بتقبض معاش من مشغلك القديم، فانت في عندك دخل من اكثر من مشغل فانت بحاجه لتنسيق ضريبي. كل حاله فيها انت عندك دخل من اكثر من محل او دخلك مش متتالي من نفس المحل على نفس على كل السنه او في تقطعات خلال السنه، انت بحاجه تروح لمأمور الضريبه وتقول له اطلع على دخلي انا كل السنه وقول لي قديش لازم ادفع انا ضريبه خلال هاي السنه، وعلى هذا الاساس المشغل تبعك مجبور انه يشتغل ويخصم الضريبه اللي هو مفروض انه يشتغلها. جيد التوضيح على هاي النقاط. طبعا كثير مهم اكيد. طبعا بهاي الحاله كمان بحب اشدد انه انا بعمل تنسيق ضريبي، بس عقبالها في كمان تنسيق للتامين الوطني، الضريبه هي ضريبه الدخل، انا بعمل هذا التنسيق عقبالها. بس لكل واحد اللي دخله كان اقل من دخله من المشغل الاول اقل من 6164، هو هي السقف اللي بتغير كل سنه، يعني بالادنى ممكن هو هذا متوسط الاجور من متوسط الاجور، فاذا دخلي انا من المشغل الاولاني اقل من هذا المبلغ فانا بحاجه اعمل تنسيق ضريبي، او اعلى او كل دخلي من المشغلين الاثنين اعلى من 43000. طبعا هذا الشيء بيطلع من انه التامين الوطني، طبعا الضريبه احنا بنعرف انه في عندنا درجات ضريبه، اذا انت في عندك معاش حسب كل درجه من درجات الضريبه انت بنخصم لك على حسب هاي الدرجه، ولكن بحاله التامين في عندنا بس درجتين، اذا انت معاشك اقل من معدل المعاشات ساعتها انت لازم تدفع 3.5% من معاشك للتامين الوطني، طبعا هذا تامين صحه وتامين وطني الجهتين. اذا معاشك اعلى من 6164 ولكنه اوطى من 43000 فانت لازم تدفع 12% من معاشك، اذا معاشك اعلى من 43000 الفرق اللي فوق 43000 انت بتدفعش عليه. فهذا الاساس انا بقول كل واحد دخله من مشغله الاول اقل من هذا المبلغ من 6164 هو بحاجه يعمل تنسيق ضريبي للفرق هذا بين 6164 ل المعاش تبعك، لانه هي هذا انت مش مفروض تدفع عليه 12%، مفروض تدفع عليه اقل، واذا انت دخلك من المشغلين اكثر من 43000 فكل شيء فوق 43000 انت مش مفروض تدفع عليه بالمره تامين وطني، وانت اذا بتعملش هذا التنسيق المشغل تبعك لانه انت عندك مشغلين بيقدرش يعرف انه انت عندك اكثر من دخل فبيخصم 12%. نعم. فبهي الحاله في عندنا كثير خصومات اللي بتروح مش المفروض انها تكون. طبعا بس رؤى بدي اخذك هيك على محل ثاني، يعني غير الجانب طبعا المهني اللي كثير مهم طبعا بعد شرحك الوافي، الجانب الانساني البسيط،
ليش الناس بتخاف من كل إجراء متعلق بالضريبة؟ يعني مجرد ما بنسمع اسم الضريبة بنحس إنه هيك الناس في عندها شكوى إنه الضريبة بتأخذ منهن كتير، أو إنه بإسرائيل تحديداً يعني نسبة خصم الضريبة هي من أعلى المستويات مقارنة بالعالم. هل هذا الخوف أو هذا الانتقاد عن جد واقعي؟ فعلاً في عندهن سبب؟ طلعي أنا مدققة حسابات. يعني أنا كل حياتي بين الأرقام، سوري. فبهالحالة أنا بخافش كتير من الأرقام طبعاً. بس في ناس عندها فوبيا معينة من أنها تشوف رقم، من أنها تشوف تتعامل عقبال مؤسسة حكومية. أنا بشوفش أنه هذا الخوف هو خوف واقعي أو منطقي أو مفروض يكون، لأنه بالآخر كل إشي بنحال، كل إشي في عنده المستندات تبعته والإشياء اللي إحنا بنقدمها، وكل شيء بنحال أول على آخر. صحيح. فأنا بشوفش في محل هذا الخوف. والإشي أنه المعاملات أهون من ما هي بتبين. يعني أنا بدي أعمل تنسيق ضريبي، أنا أول شيء أنا مش عن جد مجبورة أروح على مأمور الضرائب عشان أعمل هذا التنسيق، بقدر أفوت على موقع الإنترنت وأعملها. صحيح. بديش معلومات أكثر من اللازم، بديش أكثر من اللازم أشياء، مجرد أفوت على الإنترنت وأكتب يعني تنسيق ضريبي بشكل شخصي، أقول قديش الدخل تبعي، أقول شو ملف الخصومات. ملف الخصومات هو رقم من 9 أرقام بيكون دائما موجود على مكان التشغيل. مكان التشغيل بيكون كل مكان تشغيل فيه له ملف خصومات. مجرد أني أنا أقول شو ملف الخصومات وقديش الدخل تبعي من هذا المحل، خلص التنسيق نعمل. فالإشي مش عن جد بخوف، الإشي مش عن جد صعب ينعمل، مجرد دائما بس بنشوف كيف السلطات الحكومية اليوم عم بتجرب تهون علينا، عم بتجرب تعمل الإشياء بطرق أهون، بطرق أكتر يعني مسالمة، مش صعبة، أقل بيروقراطية يمكن كمان في الصيرورة. طبعاً بعد في عنا طريق طويل. أكيد. عشان هيك إحنا بنقول نعطي الخبز لخباز، وأنا كمان من الأشخاص اللي لا أفقه في هذا المجال، فبحب دائماً أتوجه للاستشارة. رؤى، حكينا وكأنه عن التنسيق الضريبي وتعريفه، وهيك ذكرت إيمان كل موضوع الخوف، وأنا بربط موضوع الخوف لأنه مرات إذا لم يتم بالطريقة الصحيحة أو لم يتم بتاتاً في إجراءات قانونية. تعال نسألك السؤال عكسي، إذا في شخص لازم يعمل تنسيق ضريبي ما عمله، بغض النظر إذا مش لصالحه يمكن يدفع أكثر، بس شو ممكن تكون الإجراءات الضريبية إذا عرفت شي جهة إنه أنا في عندي مصدرين دخل ومش عاملة تنسيق ضريبي؟ أوكي. أنا بحبش كتير أتعامل بأسلوب إنه أخوف أو أسلوب الترهيب، ولكن سلطة الضرائب هي السلطة اللي أنت لازم تحكي لها بالضبط أو تصرح لها بالضبط على كل إشي أنت مفروض يكون عندك، على كل دخل مفروض يكون عندك. بكل سنة أول السنة على بطاقة 101، بطاقة العامل اللي كل عامل بيعطيها للمشغل تبعه بأول السنة أو لما بيبدأ يشتغل، مفروض غاد أنت تحكي للمشغل تبعك، تصرح إذا في عندك دخل من مكان عمل تاني أو ما فيش عندك دخل من مكان عمل تاني. إذا أنا صرحت أنه أنا في عندي دخل من مكان عمل تاني، المشغل مجبور يطلب مني هذا التصريح الضريبي. إذا أنا ما أعطيتوش هذا التصريح الضريبي، هو مفروض أنه يخصم عني الحد الأعلى من الضريبة اللي هي 47%. إذا أنا أعطيته لازم يخصم حسب إيش أنا أعطيته. ولكن إذا أنا كتبت بهاي البطاقة أنه أنا فيش عندي دخل من محل شغل تاني، وصار أنه بعد فترة المشغل تبعي الضريبة بتعمل بشكل عام حملات على المشغلين وبتفحص الملفات تبعتهم، فممكن كل فترة مشغل تبعي يخضع تحت واحدة من هاي الحملات، وساعتها مفتش الضريبة عند الضريبة بيكون واضح أنه أنا على اسمي في دخل من مكانين، فمفتش الضريبة بكل سهولة بيقدر يكتشف هذا الإشي ويشوف أنه أنا على اسمي في أكثر من ملف، فبطلب بطاقة 101 تبعتي، بيفتح البطاقة. إذا أنا كتبت أنه أنا فيش عندي دخل من محل تاني، دغري بنفتح لي ملف بالضريبة، بنفتح لي ملف بالضريبة. طبعاً مش يعني مش بهدف أنه الواحد يرتعب من هذا الإشي. أوكي، في ملف اللي أنا إسا لازم أدفع الضريبة اللي أنا لازم أدفعها. طبعاً هاي بالآخر أني أنا خبيت معلومات عن الضريبة أو عن المشغل تبعي، هاي بالآخر إشي اللي هي جنائي نوعاً. فمفضل أنه رؤى بدون صريحين مع الضرائب. مفضل. طبعاً مفضل كتير مهم، لأنه زي ما قلتي في إسقاطات القانونية. صح. في العواقب اللي كمان لا تحمد عقباها، ساعتها يعني بيكونش يعني الإشي عن جد مش مستاهل، الإشي عن جد أهون من ما هو موجود، وبالآخر كل واحد بده يدفع الضريبة اللي هو لازم يدفعها. صحيح.
طيب تعالوا هيك شوي عفاف على الجانب الايجابي، يعني انه مرات كثير احنا يعني وهذا الحقيقة انه مرات بنسمع انه في مستحقات من الضريبه للفرد، مزبوط، اللي هي يعني انه ممكن يكون في ترجيع يعني ترجيع من الضريبه للفرد للعامل للاجير اللي هو ما كان يعرف نتيجه خطا معين اللي هو وقع فيه في تعبئه استماره معينه في تبليغ معين. فاحكي لنا هون رؤى عن بعض الاخطاء الشائعه اللي ممكن واحده من هاي الاخطاء اللي هي فعلا يعني تكون نتائجها ايجابيه على الاقل. اوكي طبعا انا رح ارد على جوابك بس بعدين رح اوسع كمان شوي صغيره على استحقاقات اخرى اللي كمان ممكن ناخذها من الضريبه. ولكن بالوضع اللي انت عم تحكي عنه مرات الإشي بيكون نابع من خطأ، مرات الإشي بيكون نابع من تغيير خلال السنة. يعني إذا أنا أجيت خلال السنة عملت تنسيق ضريبي، هذا التنسيق الضريبي بيمشي على حسب الدخل اللي أنا صرحت عليه بأول السنة. صحيح. ممكن هذا الدخل يتغير شوي، فأنا بهاي الحالة أو مثلاً نط الدرجة اللي كان محطوط على التصريح الضريبي أنا مفروض تندفع، بهاي الحالة رح أدفع ضريبة شوي صغيرة أكتر من ما أنا إيش مفروض أدفع. بما أنه زاد الدخل طبعاً. بما أنه زاد الدخل، بما أنه فات على درجة ضريبة أعلى شوي. أو بمرات إحنا ما نصرحش عن نقاط استحقاق اللي إحنا بتطلع لنا، إن كانت نقطة استحقاق على أني أنا خلصت لقب أكاديمي، إن كانت استحقاقات اللي بتطلع لي علشان أنا عايشة ببلد اللي بتطلع لها استحقاقات. صحيح. إن كانت استحقاقات للأولاد، إن كانت استحقاقات لأهالي أحادية العائلة. في كتير استحقاقات اللي بتطلع اللي مرات أنا بكونش صرحت عليها مزبوط للمشغل تبعي، أو خلصت خلال السنة وإسا بدي إسا بقدر أخذها الإشي ما بينش من قبل. كمان حالات اللي فيها بصير الأشياء إذا كانت واحدة بإذن ولادي رجعت، فبصير مرات خربشة من ناحية حساب الضريبة لأنه المشغل لازم يعرف قديش الدخل تبعك اللي أخذتيه من التأمين الوطني على استحقاق الضريبة ويعمل ترتيب بالمعاش. مرات هاي الشغلات كمان بتصيرش، فكتير حالات بتصير اللي هي حالات مش يعني مش أني أنا تجاوزت على قانون معين ولكنه صار في تغيير خلال السنة اللي هذا التغيير صار أنه أنا ما صرحتش مزبوط على إيش أنا في عندي دخل، أو أنه أنا دفعت أكثر من اللازم ضريبة. بهاي الحالة بآخر السنة مفروض أتوجه لمأمور الضرائب لسلطة الضرائب وأقدم غاد طلب في نموذج معين اللي أنا بعبيه وبصرح فيه قديش أنا في عندي دخل خلال هاي السنة. وبهذا أول إشي قبل ما أقدمه أنا كتير بحب أنه أفوت على موقع الإنترنت تبع سلطة الضرائب، في غاد آلي اللي بتحسب عنا قديش كان لازم أدفع ضريبة. صحيح. بتحسب قديش أنا دفعت ضريبة حسب نموذج 106 اللي أنا باخده من المشغل كل سنة. وبهذا النموذج بهاي الآلي بقدر أعرف إذا أنا بطلع لي مفروض أدفع ضريبة ولا بطلع لي أرجع ضريبة. فبهاي الحالة إذا في عندي أنا فرقية من الضريبة بين الضريبة اللي أنا دفعتها لبين الضريبة اللي طلعت أني أنا لازم كان أدفعها حسب هاي الآلية، بقدم نموذج للضريبة فيه أنا بقدم نموذج 106 اللي أنا عندي إياته، بقدم صورة هوية، بقدم صورة شك، يعني طلبات كتير بسيطة وبتكون مكتوبة على النموذج نفسه اللي فيه أنا يعني بصرح قديش الدخل تبعي كان، وسلطة الضرائب مفروض ترجع لي الضريبة الفائضة اللي أنا دفعتها. طبعا إذا أنا بحالة أني أنا كان لازم أدفع أكثر ضريبة كمان بهاي الحالة أنا أكيد. بدفع كمان بكون الضريبة. المطالبة واضحة. الهدف بالآخر أنه أنا أدفع الضريبة اللي أنا مفروض أدفعها اللي هي مستحقة علي. فهاي حالة اللي أنا بقدر أخذ استرجاع من الضريبة. طبعا كمان مرة في كتير ناس تيجي تقولي أنا بدفع كتير ضريبة وبطلع لي أنا متأكدة بطلع لي استرجاع، ولكن تيجي بتطلع على قسيمة الراتب تبعها على التلوش تطلع أنه فيش بند لضريبة الدخل، في بند للتأمين الوطني، فيش بند لضريبة الدخل، فهي عمليا ما دفعتش ضريبة. إذا أنا ما دفعتش ضريبة برجع ليش ضريبة. صحيح. أنا الهدف أني أرجع الضريبة الفائضة اللي أنا دفعتها خلال السنة. وهي واحدة يمكن من فعلا الأفكار المغلوطة ومهم كان أنه نصححها في هذا اللقاء. رؤى شكرا على الإضاءة وعلى هاي التفاصيل، ويمكن هيك أكتر قربنا الموضوع للمشاهدين وعن جد ما يخافوا من الأرقام، بس كل واحد عنده استفسار معين وعن جد مش عارف يمكن لحاله عن طريق الإنترنت
أو جوجل أو المواقع الرسمية يوصل الإجابة يقدر يتوجه دائما للأشخاص المهنيين ليعطوه إجابة. شكرا لحضورك معنا رؤى موسى، يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا لإلك.